الله يخرب بيوتكم انتوا الاثنين. ايه جايبيني على ملا وش ليه؟ انا مش فاضل لحكي النسوان ده. يا سلام، حكي النسوان كان حلو عشانك، عشان كان ليك فيه مصلحه، انما دلوقتي بقى وحش. في اللي وعدتني بيه يا رباح؟ لا روح امك، اللي وعدتك بيه خدتيه، واللي وعدتني بيه انا ما خدتوش. فين حنان الغرباوه يا رضا؟ نهار اسود ومنيل، اعمل فيها ايه؟ هخليها تحبك بالعافيه يا رباح. اللي قدرت عليه عملته، وبعدين مش كفايه ان انت السبب في طلاقي من جوزي؟ ها؟ طلعتني من غرباوي يا رباح. جوز ايه يا ام جوز؟ انت تحسب الغرباوي ده علينا راجل؟ بقول لك ايه؟ ماليش فيه. اول ما تنزل المغربلين لازم تميل دماغ البت دي. طب وانا بقى يا رباح، انا نظامي ايه؟ هفضل قاعده زي قرد قطع كده؟ لا شغله ولا مشغله؟ لا يا حبيبي، دي ما تبقاش عيشه. بقول لك يا رباح، انا يا حبيبي اللي كنت عايشه عشانها الله يرحمها ويحسن اليها ماتت، وبقاش عندي حاجه اخاف عليها خالص. انا هرجع الحاره يا رباح، واللي يحصل يحصل. قعدتك هنا واجب، وانت تحت حمايتي، وتمن خيانتك لصاحبتك خدتيه ونادي. اسمعوني انتوا الاتنين، انا مش عارف هتصرف ازاي لو حصل نوش منكم، واسمعوها مني تاني، اياكم تعملوا حاجة من ورايا وتتقوا شري، عشان شيطاني كافر. سامعاني يا رضا؟ سامع. الشاي يا اسطى، خدي ودي الشاي ده للعطار. تعب نفسك ليه بس يابا؟ بس ايه ده؟ مالك يا حد يجري يجيب تاكسي بسرعه بسرعه، تاكسي الاول. مالك فيك ايه؟ اطلع قدرك يا عرب يا سوركي. يلا Oh!
صباح يا اختي الحقيني الحقيني يا اختي الحقيني. ايه في ايه مالك؟ الحاج عبد ربه لمم الرجاله تحت ومسكين عرب ضاربينه علقه موت لما الواد هيخلص في ايديهم. اسود من نيل اوعي، محدش بيحوش، كله واقف يتفرج ولا ايه؟ طيب ابدا يا اختي، تعالي شوفي بنفسك. هيخلص في ايديكم. شفتي ابني هيضيع مني؟ استر يا رب، استر يا رب. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ عرب بيتضرب تحت. اخرسي اوحي. لا 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 معاكي، مفيش حاجه اسمها تيجي معايا، دي عركه رجاله. معلمين ما توسخش ايدك، انا قلت لك هتحلو وتجمعنا الجميله، وزي ما انت بتقول تشكر ما تحرمش.